احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الستورج وبنفكر ازاي في الستورج لوكيشن، سواء كان فيكسد او راندم او فيكسد اريا راندم لوكيشن. واتكلمنا بعد كده على الكاركترستكس اللي بتكون موجودة في الحاجة اللي أنا بخزنها، عشان كده بخزنها في هذا المكان أو في مكان آخر، أو بستخدم الستورج سيستم ده أو الستورج ميثودولوجي دي. طيب النهاردة بنكمل على الكلام بتاعنا، حاجة نسميها الستورج إيه اكسسوارز. قال لك ان الاكسسوارز دي بتكون كتير، سواء الايتمز اللي انت بتخزنها كتيره قليله، حجمها كبير صغير، لازم يكون عندك ايه مجموعة من الاكسسوارز اللي بتستخدمها في عمليات التخزين. طبعا الاكسسوارز دي اللي احنا سميناها ستورج اكسسوارز، هنفهم قصدنا ايه بيها اول ما ندخل فيها دلوقتي. المخازن مش شرط ان هي تعتمد على اكسس واحد، ممكن تعتمد على اكتر من واحد، وده اللي عادة اللي بيحصل. طب ايه هي الستورج اكسسوارز؟ هو شكل الراكس، يعني هنا بيتكلم على اول حاجه الراكس. الراكس دي بيتحط عليها، هي ده الموست كومنلي يوزد، بيتحط عليها، هي عباره عن الراكس دي عباره عن ستيل شيلفز معموله من شويه حاجات من الستيل، عاده بيتحط عليها باليتس. الباليت نفسها بتتحط عليها، اللي هي الباليت اللي بالعربي في المخازن بيسموها الطبليه. الباليتس اللي هي لو بصيت لها بتبقى شكلها عامل كده، سوري معلش هو الخطوط بتطلع معركة شوية، ليها اتنين رجلين كده بحيث ان الفورك ليفت يدخل يشيلها من هنا ومن هنا طبعا. والباليت عادة الدايمنشن الويث واللينث بتاعهم هم دول بيكونوا اكتر. باليتس بتستخدم اللي هي 80 سنتي في 80 سنتي في 80 في 100 في 100 في 110 وفي 120 في 120 في 110 في 120، يعني في مقاسات كتير 100 في 100، بس دول اللي انا بشوفتهم يعني من الاكثر شيوعا في الاستخدام في معظم المخازن اللي عندنا هنا في ايه في مصر. الباليتس لو الحاجات كراتين صغيره عارف احطها عليها، لو انباليتايزد يعني ان انا هحط الحاجه دايركتلي على الرف، لو هي الحاجات دي كبيره فبنقدر نحطها على طول، او اللي هي الحاجات تقيله نفسها فهي نفسها بيحصل لها هاندلنج بشكل ايه مباشر. بص هنا هو بيتكلم على نقطه جزئيه بسيطه لكن هي الحقيقه برضو ايه مهمه لازم ان احنا نفهمها. انت هتلاحظ لو جيت بصيت هنا كده هتلاحظ ان في نقط كده سودة موجودة. النقط السودة دي عبارة عن خروم سودة او خروم في الميتال، بحيث ان المسافة ما بين الشلفز دي is adjustable، يعني تقدر ان انت توسع وتضيق على حسب الحاجة اللي انت بتخزنها. وهتلاحظ ان الدور اللي تحت ده مخزن على الفلور بشكل مباشر طبعا، وده منه للايه للسم. اخر حاجة عايز الفت انتباهك ليها يمكن هنتكلم عليها قدام شوية كمان شوية، يعني بص هنا حاطط تو ستاكس، يعني ادي ستاك نمبر 1 ادي ستاك نمبر 1 وادي ستاك نمبر 2 على الباليت، يعني رص رصتين من الكراتين على الباليت. لا الدنيا ممكن تكون مختلفة عن كده في حاجات تانية. فهنا طبعا الميزه هنا ان هو مديني فلكسبيليتي ان انا بادجست الهايت بتاع الشلف او الراك، ومديني فلكس ان اداني يوتيلايزيشن ان الفلور اريا، نعملها بلون تاني، ان الفلور اريا دي الفلور اريا بتاعت اللي كانت موجوده المساحه الارض دي اتخزن عليها دور 2 3 4 مثلا هنا زي ما شفنا في الرسمه اللي كان ممكن يوصل لحد 20 دور. فده طبعا من الايه من المزايا اللي بتكون موجوده الحقيقه. تعال نشوف بعدين عايزين نقول ايه اللي بعدين اللي احنا بنسميها البنز. ساعات الراكس ما بنخليش الراكس، يعني ادي ده شكل راكس اهو شيلفز،
لا انا بحط عليهم بنز. بنز زي ايه؟ زي دول، يعني دول مجموعة من البنز ببتدي ان انا احطهم على الايه، على الراك. طيب البنز دي اللي بالعربي ترجموها وسموها عين المخزن، يعني قال لك المخزن ده مكون من مجموعة عيون، هي دي عين المخزن. هتلاحظ في الصورة اللي في النص هنا العيون بتاعة المخزن هي فيزيكالي معمولة بالخشب، يعني واحدة هي كبيرة واحدة أصغر شوية على حسب الحاجة اللي إيه اللي بتتخزن. بدل ما يجيب البتوع البلاستيك دول يرصهم هنا على الإيه الراكس، لأ ابتدى إن هو يعملهم بالمنظر ده. عايزك برضو تاخد بالك من حاجتين، البنز دي أحجام كتيرة جدا، في حاجات صغنطوطة هي خالص وفي حاجات كبيرة. عايزك تبص للدولاب ده، ده دولاب هتلاقي عندك تحت فيه حاجات صغيرة اهي، وهتلاقي آسف في حاجات كبيرة بنز كبيرة اهي، وهنا في الجنب ده في بنز ايه صغيرة خالص. الدولاب ده من أكثر الحاجات شيوعا في مراكز صيانة السيارات، لأن مثلا مراكز صيانة السيارات عنده حاجات غالية ورفيعة، يعني مثلا عنده ايه، عنده بوردة كمبيوتر فدول يبتدي يحطهم هنا، البوردة الواحدة بخمس وعشر تلاف جنيه. عنده لمض ليد دي ممكن يبتدي يحطها هنا، عنده مش عارف ايه كات اوتس مش عارف ايه يبتدي يحطهم هنا في الحاجات زي كده. وده الدولاب ده بيتقفل وبمفتاح خلاص، فانا كده ضامن ان الحاجة محفوظة في دولاب حديد ومقفولة زي الخزنة كده ايه بالظبط. طيب المخازن اللي بيبقى فيها فاست موفينج، المخازن بيبقى فيها فاست موفينج عادة بيبتدي يعمل الانكلايند شلف، يعني شوف الشلف ده هنا هتلاقي ان هو، نرجع للاحمر معلش، هتلاقي ان الشلف ايه واخد زاوية، في زاوية كده متاخد عشان انت بتعمل له فيدينج اوت من ورا، والحاجة يحصل لها سلايدنج كده تتزحلق لحد ما تيجي قدام. فالناس اللي بتعمل بيكنج، ادي الناس هي واقفة بتعمل بيكنج، دايما الحاجة نازلة لها قدام، ما يقعدش يدور جوه هل في حاجة جوه مستخبية ولا لا. فالبنز ده من الاكسسوارز اللي احنا بنintegrated مع الشلف او الراك، وبنبتدي ان احنا ايه نحط على الشلف او الراك مجموعة من البنز، او اصلا بنعمله بالشكل اللي احنا عملناه ايه هنا. فده حاجة تانية فيها شيء من الايه، من الاكسسوري الاضافية اللي بتساعد. طبعا اخر حاجة بنقولها هنا بقى، هتلاحظ ان دايما البن من قدام فيها مكان كده. المكان ده ليه؟ المكان ده بيبقى كده، المكان ده ممكن يتحط فيه كارت الصنف. يعني ايه كارت الصنف؟ الكارت اللي فيه معلومات عن الايتم ده. ممكن يتحط باركود بحيث اسكان الباركود يديني الايتم ده ايه، واد وانا بسحب وانا بضيف، يعني انا مثلا معايا 10 حتت فاقوم اسكان الباركود واكتب 10 وادوس اوكي. الهاند هيلد باركود ريدر اللي معايا ده، لما هنتكلم عن الانفورميشن تكنولوجي في المخازن يمكن نتطرق اليه، يبعت مباشره للكمبيوتر انا عملت اد ل 10 ايتمز من الصنف الفلاني في البوزيشن العلاني، لان الباركود ده ممكن يكون كمان انكلودد في البوزيشن. في المخازن بقى بقينا بنحط هنا الار اف اي دي، الار اف اي دي بيشيل بيانات اكتر، فتقدر وانت تسكان الار اف اي دي وتحط عليه الايه الكلام ده. مش عارف الار اف اي دي هنتكلم عليه قدام ايه شويه. فالبن زي ما احنا قلنا اشكال وانواع، تاخد سمول بارتس تاخد ميديوم بارتس، بارتس كبيرة قوي لا مش هنعرف نحطها غالبا في ايه، في بنز. فده الفكرة اللي موجودة عندنا هنا في الايه، في الاشكال والانواع بتاعة البنز. هنشوف ده الشلفينج بقى، اللي هو الشلف بيشيل الحاجات عادة unpalletized، يعني ان هو ارفف ويبتدي يرص الايه الحاجات عليه. هنا راسس الاثنين في ظهر بعض زي ما هنشوف كمان شوية، وادي مرقم البيز، يعني قال لك ده يو وده تي، الناحية دي واضح الناحية دي ده يو، واللي الناحية اللي ورا ده تي، مش ده طبعا اللي ورا من الناحية دي، يعني هاخد في الحاجة من الناحية دي او من الناحية دي، ادي اهم يعني كأن عايز يقول لك ايه، ادي اليو اهو وادي التي اهو، ده التي شيلفز ده اليو شيلفز، أطوال مختلفة مش عارف إيه، الحاجة بتبتدي تترص عليها بشكل أو بآخر.
وزي ما قلنا عادة unpalletized ايه loads، لأن الشلفز تبقى أصغر من إن يجي عليها باليت. احنا شايفين عرض الشلف يمكن 30 40 سنتي، الباليت ما بتبقاش بالايه بالصغر ده، ممكن تبقى وود ممكن تبقى ستيل على حسب الايه الأحوال. فده الفرق ما بين الراك والشلف. الراك أول لما تسمع كلمة راك يبقى احنا بنتكلم على حاجة ممكن يتحط عليها الحاجات الكبيرة unpalletized أو يتحط عليها باليتس طبالي، لكن الشلف لا مش هيتحط عليه ايه الحاجه الانبلاتايز، الحاجه هتتحط انبلاتايز مش على باليتس. انت بتاخد الكراتين اللي كانت موجوده على الباليتس تبتدي ترصها على الايه الشلف اللي موجود عندك. طب تعال نشوف عايزين نقول ايه كمان. ده الستاكينج بقى، ان انت بترص الحاجه ايه فوق بعضها، لا شلف ولا بتاع ولا كلام من ده، وده بنلجا اليه كتير في المخازن ان احنا نوع من عمليه رص. عايزك تبص هنا على الرصة اللي موجودة مثلا هنا، حاطط باليت 2 3، يعني هو راصص 3 باليتس فوق بعض. هنا رص 2 بس، مش عشان ان هو مش عارف يرص، لا ده يمكن ده ما يستحملش غير 2 باليت. احنا بنعمل ايه الرسمه اللي انا بقى حاططها في الجنب دي، وانا يعني ملهاش معنى قوي، لكن ميزتها في ايه الويت بتاع الايتمز. هنا عندك 1 2 3 4 5 6، الويت بتاع الخمسه دول فوق الصندوق السادس اللي تحت، هل الصندوق السادس اللي تحت ده هيتحمل الوزن ده ولا لا؟ ما دي حاجه في الباكجينج ماتيريال نفسها لازم نبقى عارفينها علشان ما يتفعصش اللي تحت. لو اتفعص اللي تحت ممكن ما اعرفش ابيع. احنا فيها مرتجعات كتير بتحصل عشان الباكج از دامجد، المنتج جوه سليم وزي الفل لكن الباكج نفسها از دامجد. ففي الستاكينج سواء بتعمل ستاكينج على باليت، يعني انت لما تيجي تبص هنا مثلا ده لما جاي يرص على الباليت رص كام صندوق؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 صناديق فوق الباليت، ورص 2 باليتس فوق بعض، يعني الصندوق اللي تحت خالص ده فوقيه 13 صندوق وباليت. خلاص هو يتحمل كده، اكتر من كده لو حطيت باليت تانيه ممكن يبتدي ايه يتفعص، ولو اتفعص ممكن ما اعرفش ابيع. تخيل مثلا الصناديق دي فيها شيبسي، كاس شيبسي مثلا، فالشيبسي هيبتدي يتكسر فهيبقى حاجته مش لطيفه، او الناس ممكن تبتدي ان هي ايه تقول لك لا يا عم انا مش هشتري تاني ده بيطلع متكسر. فده من الحاجات المهمة اللي احنا دايما بنفكر فيها في المخازن اللي احنا بنسميها الستاكينج هايتس. انت هتقدر تستاك قد ايه فوق بعض، سواء باليتس فوق بعض او صناديق على الباليت او صناديق على شلف. فهو ده اللي احنا بنفكر دايما فيه، في من احد الحاجات المهمة اللي بنفكر فيها في المخازن. تعال نشوف نقول ايه تاني. هنا بقى قال لك الكونفير ستورج، انت متخزن حاجه على كونفير. هنبص على الانيميتد جيف اللي موجوده في الجنب ده كده. ادي الكونفير اهو، الحاجه مخصوصه هنا، ادي سيستم اوف كونفيرز بيروح كل حته في المخزن، ده الشلفز اللي متخزن عليها، ادي الكونفير اهو، ادي الكونفير ماشي اهو، بحيث ان الحاجه يا اما اوتوماتيك تنزل على الكونفير يا اما في عامل هياخدها ويحطها على الايه على الكونفير. هنا ده كونفير بيدخل ديب فريزر، ما انا مش قادر ادخل ناس، فالكونفير بيبتدي من بره الديب فريزر احط الحاجه تدخل، ده فريزنج تانل الحقيقه، حاجه تفضل داخله ماشيه بسرعه بطيئه بسرعه بطيئه، انا بخلص واعبي بره على الباليت تدخل تمشي جوه الفريزنج تانل، بحيث مثلا الفريزنج تانل ده طوله 20 متر، الحاجه بيحصل لها حاجتين هنا في نفس الوقت، متخزنه جوه الفريزنج تانل وبيحصل لها فريزنج، بحيث بعد ال 20 متر دول تطلع اخدهم بقى على فريزر عادي مش ديب فريزر اللي هو درجه حراره ناقص 4 او حاجه ابتدي اخزنهم فيه. او ان انا عندي ده ريل، في حل تاني ان انا ممكن يكون عندي ان ده ريل والحاجه متخزنه اهي على الكونفير ده، والريل بيدخل اوتوماتيك يسحب الحاجه ويمشي يطلع بره الايه المخزن او يرجع جوه المخزن، فده في نوع من الاوتوميشن في الحركه.
هنا زي ما بيقول لك ان هو الافكتيف ستورج اكسسوري، طبعا الكونفير ده فيري افكتيف في المخازن، بالذات المخازن بيبقى فيها سحب كتير او تخزين كتير. انا كل ساعه عايز اطلع 20 30 ايه اوردر، لا ما انا عشان اروح اجيب واعمل مش عارف ايه، يعني لو انا بطلع 30 اوردر في ساعه، انا كل دقيقتين عايز اطلع اوردر. طب الاوردر ده في 20 ايتم، انا عايز اروح اسحب 20 ايتم كل دقيقتين، فهتحاول ان انا يبقى عندي عدد كبير جدا من الناس بتشتغل جوه المخزن. فساعات هنا بنلجأ الى الميكانيزيشن، ان احنا نعمل شويه كونفيرس بحيث ان ننقل الحاجه عليها بسرعه، او بقى فولي اوتوماتيد ايه سيستم اللي هو اوتوماتيد ستورج اند ريتريفال ايه سيستم، ممكن كده او ممكن كده. طيب نيجي نشوف اللي بعد كده. طبعا هنا قال لك ان الايتمز هتتخزن في بوكسز او توت بانز. توت بانز دي اللي هي احنا في مصر الحقيقه استعضنا عنها بالتوت بان، دي المفروض بتاع حديد عامله بالمنظر ده كده، ودي نفسها هي اللي بتتنقل وبيبقى لها رجلين مجوفه كده عشان الفورك ليفت يدخل جواها، الشوكه بتاعت الفورك ليفت تدخل جواها. ده الشكل الاكثر شيوعا للتوت بان. احنا استعضنا في مصر عن التوت بان دي بالفاصل بلاستيك، يعني تلاحظ ان هي بتستخدم كتير جدا جوه المخازن، وفيري افكتيف بدل الايه التوت بان. فيعني هي دي او دي هتمشي معانا. طبعا لو هو بيبقى مفيد في الكومباكتنج ستورج، ليه مفيد في الكومباكتنج ستورج؟ هنفهم الكلام ده يمكن لما ندخل شويه في الماتيريال هاندلنج اكويبمنت. ان انت عندك هنا الايل مش محتاج العرض الكبير للايل اللي هو 6 متر مثلا او 4 متر عشان الفورك ليفت يلف، لا ده انا محتاج ايل بعرض الكونفير اللي هو ممكن يكون متر مثلا او متر ونص. فالسبيس بقى مور كومباكتد، بقى السبيس فيها يوتيلايزيشن اعلى. صحيح انا صرفت اكتر عشان اعمل كونفير، ولكن ايه اتحسنت اليوتيلايزيشن بتاعت السبيس. طبعا هنا ده اليارد، اليارد طبعا من الحاجات المهمه اليارد ستورج. طبعا ده يارد، شكل يارد قديم شويه قبل ما الناس سوري قبل ما الناس تبقى فاهمه الشكل ده، احنا ما بنحبوش في اليارد لان لو نزلت مطره الصناديق ملامسه دايركت للارض، فالمطره ممكن تبهدل الايه الحاجه اللي موجوده. ده مش شيدد يارد، يعني احنا بنحب اكتر يمكن الشيدد يارد. الشيدد يارد يعني نعمل زي تنده كده بحيث لو نزلت مطره تحمي ايه الحاجه من اليارد. عادي جدا تخزن في اليارد، عادي جدا تخزن في اليارد، ممكن تخزن سكراب ماتيريال، ممكن تخزن خشب، رمل، فحم، مش عارف ايه، البالك ماتيريال عاده بتخزن في اليارد. اسمنت زي ادوات ماتيريال بتاعت بنا ما اعرفش ايه، لكن الخشب مثلا الحاجات دي لازم يبقى شد عشان لو نزلت عليه مطره كتيره هيتبل ويحتاج يحصل له عمليه تجفيف تاني وكلام من ده، فمشكله. لا ليه احنا نعمل له ايه زي تنده صغيره نقدر نخزنه ايه عليها. براميل فيها كيميكالز ممكن نخزنها في اليارد، ساعات احنا بنعمل لها تنده برضو عشان نحميها من اشعه الشمس المباشره، لان اشعه الشمس المباشره ممكن تسخنها، لكن لو في تنده ممكن ان هي ايه ما تسخنش بنفس الدرجه. فده من الحاجات برضو اللي احنا ايه بنعملها عاده. اليارد بنحاول نعملها زي كده ان هي تبقى ارضيات خرسانه بقى وفيها ميول وبلعات ومش عارف ايه وكلام من ده، وبخزن عاده في اليارد على طالما هم مش بالك ماتيريال بحاول اخزن على باليتس بحيث برضو يبقى مرتفع 10 15 سنتي على الارض لو حصل مطره او اي ميه الحاجه ما تتدمرش بشكل ايه مباشر. فده الفكره ان انت بيبقى عندك اليارد تقدر تخزن ايه فيها زي ما انت عايز. طبعا لو عندك بقى حطيت حاجه في ممكن بدل الشد تحط كونتينرز، الكونتينرز القديمه اللي عندك ممكن تبتدي تحطها في اليارد وتخزن ايه جواها، فطبعا ده بيكونتريبيوت احسن، الاستهلاك افضل لليارد بتاعتك. تعال نشوف ايه تاني. بص ده طرق التخزين او الاكسسوارز الموجوده في التخزين اللي هم البنز، الشلفز، الراكس، دول اهم ثلاثه، واتكلمنا بعد كده على الكونفير واليارد. قال لك العامل الاساسي في تصميم اي مخزن هو البيكنج والستورج اكتيفيتيز.
انت بتعمل بيكنج قد ايه وستورج قد ايه، ده احد العوامل الاساسيه عشان تحكم على المخزن بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك انت محتار ما بين حاجتين، انت عايز تعمل ماكسيمم سبيس يوتيلايزيشن، فانت عشان تعمل ماكسيمم سبيس يوتيلايزيشن عايز تضيق الايرز وتخزن عالي والحاجه تبقى فوق بعضها كده، عملت ماكسيمم سبيس يوتيلايزيشن. لكن البيكنج عندك في الحاله دي هيبقى اصعب، هيبقى اصعب بشكل ايه كبير، فانت اليوتيلايزيشن هيعقد لك الايه البيكنج. لو ان عندي لارج ستورج اريا فردت بقى، طب ما بقى عندي مسافات كبيره البيكنج هيبقى ابطا، الافشنسي بتاعت البيكنج هتبقى اسوأ. فانا عايز يكون عندي مخزون قليل سمول ستوك ان ديديكيتد كلوز لوكيشن، في اماكن محدده فيكسد لوكيشن، ديديكيتد هنا مقصود بيها فيكسد لوكيشن بالترمينولوجي اللي احنا قلناها قبل كده، في فيكسد لوكيشن وقريب، ده هيعلي لي جدا الستورج سيستم افشنسي وهيعلي لي جدا السبيس ايه يوتيلايزيشن. بس هل ده نقدر نعمله؟ ممكن نقدر نعمله بس على حساب تكاليف مثلا او على حساب حاجات تانية. يبقى انت بتفكر هنا في ايه؟ في السبيس يوتيلايزيشن والايزنس او الافشنسي اوف بيكينج. الاثنين دول عايز ايه؟ عندك عايز تحل المشكله. قال لك اللي بيحل المشكله دي ويديك الاثنين مع بعض هو الاوتوميشن. عندنا حاجه بنسميها، انا هكتبها هنا معرفش هيطلع كلام هنا ولا لا، بنسميها اوتوميتد ستورج اند اللي هو سموه الـ ASRS Automated Storage and Retrieval Systems. أنا بعمل عندي أوتوميشن في عمليات التخزين، بعمل عندي أوتوميشن في عمليات الـ Picking وعمليات الـ Storage. إمتى بنلجأ إليه؟ طبعا هو في عيوب، غالي، غالي جدا، ياخد وقت في الانستالليشن. يعني انت عشان تحول مخزنك، انت عندك مخزن وشغال عايز تحوله اوتوماتيك ستورج اند ريتريفال سيستم، ممكن تلاقي نفسك بتقفله بالعشر شهور او سنه عشان نركب السيستم اصلا. طب انا لما اقفل مخزني سنه هودي فين؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك ان انت عندك لازم تعمل بالانس ما بين تلات حاجات: الترانزاكشن فوليوم والستورج ريكويرمنتس والتكنولوجي تو بي يوزد. لازم تبص على التلات حاجات دول. طب يعني ايه كل واحد من التلاته؟ ترانزاكشن فوليوم الثروبوت بتاع المخزن، انا بخزن قد ايه وبيجي لي بضاعه قد ايه وبصرف قد ايه كل يوم، كل ساعه، كل اسبوع، وات ايفر. ستورج ريكويرمنت، انا محتاج اخزن كميات قد ايه وانواعها ايه، ايه الريكويرمنتس السبيشال في التخزين، والكميات طبعا في الاهم، انا محتاج اخزن كميات كبيره كميات قليله مش عارف. طب التكنولوجي، انا بقى الستورج سيستم بتاعي شكله عامل ازاي، الاكسسوارز اللي عندي شكلها عامل ازاي، الاوتوميشن ليفل او الميكانيزيشن ليفل شكله عامل ازاي. كل الحاجات دي لازم سعادتك هتبتدي تفكر فيها وانت بتعمل الاوتوميتد ستورج او انت بتاخد الديسيجن اباوت الاوتوميتد ستورج اند ريتريفال اللي موجود عندك في المخزن. ازاي بقى بناخد القرار ده؟ قال لك ادي يا عم مسكنا حاجتين، البيكنج اكتيفيتي او الثروبوت والستورج ريكوايرد. انت عايز تخزن كتير ولا عايز تخزن قليل؟ عندك هاي دنسيتي ستورج، هاي دنسيتي ستورج معناها ايه؟ هطلع ارفف عاليه لان انا بخزن كتير، ولا لو دنسيتي ستورج
هنا ايه؟ حط لك الماتريكس دي. الماتريكس دي بيقول لك ايه؟ لو عندك هاي بيكنج اكتيفيتيز، انت عندك عمليات البيكنج عندك عاليه جدا وهاي ستورج وبتخزن كميات كبيره، روح على طول للاوتوميشن. انا بنقولها باختصار والسلايد الجاي هنفصل فيه. لو لو ما هنا المربع ده معناه ان انا عندي لو بيكنج لو ستورج، كل يوم ولا يومين ولا ثلاثة لما تجيلي بضاعة أو أطلع بضاعة والكمية اللي عندي قليلة، اعمل ستاكينج. ديديكيتد لوكيشن ديول ستورج لو دينستي ستورج مانيوال هاند. يعني ايه الكلام ده؟ رص الحاجة فوق بعضها مفيش مشكلة، ما انت فاضي جالك بيك واحد النهاردة مفيش مشكلة، لما نزل البالت دي واسحب الحاجة من البالت اللي تحتيها. ديول ستورج مقصود بيه ايه؟ ان الارفف في ظهر بعض، يعني ممكن تحط ارفف ستاكت ايه جنب بعض، هنتكلم عليه كمان شويه كويس. طبعا هو هنا عشان كميه قليله عاده بيبقى لو دنستي ستورج، وممكن تعمل مانيوال هاندلنج، الناس تاخد الحاجه بايديها وتشيل وتحط، ما عندهم وقت مفيش مشكله في الايه في الوقت اللي موجود عندهم. فزي ما انت شايف ان انت الريكويرمنتس اللي موجوده عندك هي اللي مال املت عليك تعمل ايه. طب لو عندي لو بقى مع هاي ستورج، فقال لك ممكن تشتغل في الحاله دي راندوم لوكيشن، تعلي الدنستي في الستورج وتعمل مانيوال ايه هاندلنج. ممكن مانيوال هاندلنج برضو تعمله. ليه؟ لان البيكنج قليل، فالبيكنج لما قليل في الحالتين عملت ايه؟ مانيوال هاندلنج. والستورج ده بنسميه ستورج دوميننت، يعني الستورج هاي والبيكنج قليل، فالدوميننس جاي من الستورج كويس. فانا بحاول هنا ازود الدنستي ومش مشكله السرعه، فعشان ازود الدنستي قلنا احد الطرق في تزويد الدنستي الراندوم لوكيشن، ان انا بزود اليوتيلايزيشن، بستغل اكتر الايه الاماكن اللي موجوده. لو ما نروح للبيكنج دوميننس بقى، بخزن قليل لكن هاي بيكنج، كل شويه عمال اطلع ديديكيتد، لازم يبقى عندي ديديكيتد لوكيشن لو دنستي ستورج عشان هو اصلا الكميات قليله، وبنحاول برضو نعمل يكون عندنا اوتوميتد هاندلنج. طيب تعال نشوف الجاي عايزين نقول ايه. ادي شرح تفصيلي للي فات. فهنا بقى بيدي لك بشكل تفصيلي اكتر الكلمتين اللي احنا قلناهم. يعني بيقول لك اهو مثلا لو كان عندك هاي بيك هاي ستورج ايه اللي بيحصل؟ فقال لك ان الكاركترايز لارج اكتف وير هاوس، ومخازن بتبقى حجمها كبير اكتف الحركه فيها كتيره، storage is dense, automated picking, and combined with mechanized handling. Mechanized handling يقصد يا اما عندك سيور يا اما عندك حاجات زي الفورك ليفت، واحنا هنتكلم على انواع الفورك ليفت لما نيجي نتكلم على الماتيريال هاندلنج. هاي باي وير هاوس ان الارتفاعات بتكون عاليه، دبل ديب قلنا هنتكلم قصدنا بايه بدبل ديب كمان شويه، الكوست بتاع البيك اند دروب، الكوست بتاعت البيك بتقل لان الفوليوم كتير ففي ايكونوميز اوف سكيل، فده اللي ايه اللي بيحصل. طب تعال نشوف على النقيض بقى الناحيه الثانيه، اللو بيك لو ستورج سمبل سمول وير هاوس، مخزن اللي متخزن فيه قليل وعمليات البيكنج اللي بتحصل ايه مش سريعه، مفيش اوتوميشن ولا سوفيستيكيتد ستورج اكسسوارز، عملية بسيطة جدا، ممكن يبقى ستاكينج شوية شيلفز شوية راكس وايه وخلصنا. ستاكت باليت زي ما بيقول اهو، ستاكت باليت فلور على الفلور ستورج على طول، اور سمبل راك اند شيلفز سفس، يعني هتكون ايه كفاية سفشنت يعني. هاندلنج از مانيوال، هنا دي أهم حاجة فيه، عادة هنا الهاندلنج بيكون ايه مانيوال هاندلنج. طب ده اللي فيه هاي ستورج اللي سميناه ستورج دوميننت، هنا ده الهاي هاي وهنا ده اللو لو. طب اللو هاي والهاي لو ده ستورج دوميننس، قال لك هاي دينستي ستورج وذ هاي بيز، اخد من الحاجات بتاعت الدينستي بتاعت الستورج اخدها من الايه الهاي هاي.
بط اللو تيرن اوفر. البيكنج ممكن يبقى مانوال او سيمي مانوال. سيمي مانوال يعني نتكلم ايه، ادوا له شويه تولز كده، ايه هيدروليك ولا مش عارف ايه، ايه هنشوفها ونتكلم عليها. الهاي بيك بقى هو هاي بيك بس لو ستورج، اللي هو البيكنج دوميننت، كميات قليله صحيح، لكن قال لك هاي بيكنج اكتيفيتي بات لو ستورج. بيكنج اريا شود بي كومباكت اند دنس. خلي بالك في حاجه جوه المخزن اسمها بيكنج اريا، هنتكلم عليها برضو لما نتكلم على اللاي اوت بتاع المخازن. شود بي كومباكت اند بس الستورج سمبل. شيلفز عاده بيبقى شيلفز، بنحط الحاجه على الشيلفز عشان البيكنج كتير قوي، فبن عاده بنطلع الحاجه من الباليتس ونحطها على الشيلفز عشان نسهل عمليه الايه البيكنج. وانا كده كده مش هيبقى عندي شيلفز كتير لان الكميه اللي انا بخزنها بتكون ايه قليله. قال لك لو انت عملت اوتوميشن او ميكانيزيشن في الستورج، اسف في الماتيريال هاندلنج اكويبمنت، ده كان بي جاستيفايد، يعني اه ممكن تعمل اوتوميشن. عايزين نقول الكونفيجريشن بقى configuration of a of storage. احنا في حاجه كنا عاملين نتكلم عليها اللي هي اللي اسمها دبل ديب، واقول لك ايه اجلها 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 جه وقتها. الكونفيجريشن في الاستورج لما تيجي تبص، قال لك في حاجه اسمها سيلكتيف راكينج. ايه السيلكتيف راكينج دي؟ قال لك كل باليت لوكيشن اكسسبل من ايل. زي ما انت شايف انا عندي حتى حطيت اتنين راكس في ظهر بعض اهم، بس ده اكسسبل من الايل ده وده اكسسبل من الايل ده. يوجوالي سنجل ديب، يوجوالي سنجل ديب، هنفهم ايه لما ندخل على الدبل ديب على طول. which means one pallet deep. احنا لو بصينا لللاي اوت ده من فوق للمخزن ده كده من فوق، نمسح بس الكلام اللي احنا رسمناه ده هنا كده، ادي المخزن هيبقى عامل كده، ادي الراكس دي عامله كده، ادي الباليت محطوطه كده سنجل ديب، وهنا في ايل، ده ايل اهو، وهنا الناحيه الثانيه في ايل. طب الدبل ديب هنشوفه كمان شويه، هتلاقي عامل كده في باليت يوم باليت محطوطة في ظهرها باليت، تو باليتس محطوطين ورا بعض في الايه في الراك. طب هيجيب اللي جوه ازاي؟ لان من الناحية التانية في باليت وقدامها باليت تاني، ففي تو باليتس في النص كده مزنوقين، هيجيبهم ازاي؟ هنشوف الكلام ده هنوضحه دلوقتي حالا واحنا ايه بنتكلم على الدبل ديك السلايد الجاي اعتقد يعني زي. قال لك طبعا ان الايل بتسيرفز تو رو اوف راكس، ادي الايل اهو وادي الايل تاني اهو، الايل ده بيسيرف الراكات دي والراكات دي، الايل ده فبيسيرف تو روز اوف راكس. طيب most common racking system، طبعا ده اشهر وده الاغلب الاعم اللي هتلاقيه موجود، سواء كان دول ركات او كانوا شيلفز. The height of the rack according to varied requirements. طبعا احنا شفنا لو هو هاي ستورج بنطلع في الايه في الركات وبنعلي الركات بتاعتنا. فادي اول configuration. طيب ده recommendation كان الحقيقه الكتاب هو اللي حاططها بيتكلم عليها. قال لك مثلا اللينث اوف اتش باي عادة 2 متر و7 من عشرة، يعني ان انت الباي الواحد كده، سوري انا ما عملتش بالقلم، الباي الواحد كده يبقى ادي باليت وادي باليت تاني. قال لك ده عادة بس ممكن يزيد، يعني ممكن يبقى اكتر، ما حدش هيقول لك عملته اكتر ليه، بس ده ايه نوع من انواع الريكومنديشن. الهايت اوف ذا باي عادة من متر 80 لمتر لايه 2 متر 20 حسب الايه، ميبي هاير طبعا برضو على حسب. الدبث اوف ذا باي 0.9 متر، يعني الدبث اوف ذا باي كده ده 0.9 متر عشان هو زي ما قلنا سنجل ديب عاده. وبره بره الاكثر شيون على فكره بيشتغلوا بال الباليتس ال 80 في 80 سم،
فهو قال لك يا دوبك ايه 5 سم و5 سم، ايه يبقى 90 سم. طبعا نشتغل بفورك ليفت ريتش تراك هنشوف يعني ايه، والاستاكر هنشوف قصدنا ايه بيهم في الماتيريال هاندلنج اكويبمنت. يعني في حاجات انا باجلها عشان ويل بي كفرد في المحاضرات اللي جايه بعد كده. ادي الدبل ديب زي ما انت شايف، ادي ايل اهو، ادي اول راك اهو، ادي تاني راك اهو، والايل من الناحيه التانيه ده انا بسوده اهو بالازرق، ادي اول راك اهو، ادي تاني راك. التوراكس اللي في النص دول مش اكسسبل، لازم قدامهم يبقى فاضي، عشان لازم قدامهم ده يفضى عشان تقدر تاكسس اللي موجود جوه. كويس؟ فهنا قال لك two rows of single deep racks are configured together to hold two pallets one behind each other. او حط ايه صفين من الراكس ورا بعض. هذه فكرة. والفكرة الدبل ديب دي قلنا في الهاي ستورج. ما انا لو عندي هاي ستورج فايتم مثلا مخزن منه 30 باليت، بدل ما هحطهم في 30 لوكيشن انا كده حطيتهم في 15 لوكيشن. طب وانا بسحب سحبت الباليت الاولانية اللي بره، يعني هنعمل بلون تاني مثلا زي الموف ده، وانت بتسحب هتسحب الباليت الاولانية دي خلاص، فاللي وراها بقت اكسسبل. جه عايز تسحب تاني هتسحب البالت التانيه اللي وراها اللي هي هتبقى اكسسبل في الحاله دي. بس النقطه بقى ان انت لازم يبقى عندك لونج فورك ليفت. الريتش بتاع الفورك ليفت لازم تدخل اول، لو افترضنا ان البالت متر مثلا او الراك عرضه متر، تدخل المتر الاولاني بتاع الراك الاولانيه وتدخل المتر التاني بتاع الراك التانيه كمان. فانت عندك هنا الفورك ليفت، او لو كان عندك ريتش تراك او ستاكر هنتكلم زي ما قلنا عليه، عشان يقدر يسحب الاثنين. طيب قال لك ده لطيف جدا فين؟ لو عندك باتش كوانتيتي في البيكنج. يعني انت لما بتيجي تصرف ما بتصرفش حته ولا اتنين، ما بتصرفش باليت، لا ده انت بتصرف بالاتنين والتلاته والاربعه باليتس. فانت بتدخل تجيب الاولانيه وتدخل تجيب التانيه وتدخل تجيب وهكذا. فقال لك ده يبقى لطيف جدا، مش هتحس بمشكله، مش هتحس باي مشاكل فيه. وفي نفس الوقت انت لغيت ايل، الايل ده عرضه مثلا على الاقل يعني هنقول 4 متر. شوف بقى في طول البي، البي ده ممكن ب 7 8 متر. فانت لغيت المساحه دي كلها وفرتها وحلتها مكانها بمساحه تخزين. فانت زودت الدنستي بتاعت المخزن. يعني انت كده زودت الدنستي بتاعت المخزن. احنا كنا بنتكلم في دنس ستورج من شويه، وكان كل شويه يقول لك دبل ديب دبل ديب دبل ديب. هو يقصد كده ان انت كده بترفع من الايه؟ من الدنستي بتاعت الستورج. برضو شوية ريكومنديشنز كده، الهايت بتاع البي كام، الدبث بي كام. هنا قال لك برضو فورك ليفت ريتش تراك او ستاكر must be fitted to with an expected fork to reach double deep pallet. الكلام اللي احنا ايه قلنا ان هي البالت الفورك بتاعته بتكون طويله او بتقدر ان هي تدخل لمسافه كبيره جوه وترجع عشان يقدر ان انت يفيت الايه الدي الدبل ديب راك. طيب بعد الدبل ديب بقى اللي اعلى شويه من الدبل ديب قال لك درايف ان. شوف ده راصصهم ورا بعض مالتي ديب. والفورك ليفت بقى ما هو عارف ان مفيش كور فورك ليفت هيدخل هياخد الكلام ده، الفورك ليفت يدخل ياخد الايه البضاعه من جوه. زي ما انتم شايفين الفورك ليفت داخل وسط الايه الراكس، فورك ليفت داخل وسط الراكس. تربيطة الراكس في الأرض والسقف هنا مختلفة، لأن الناس طبعا بتشتغل في مخازن وكده هتفهم هتلقط الكلام ده مني بسهولة. الفورك ليفت عشان يدخل ويجيب من جوه مفيش ربطة ما بين ده وده،
اليونت دي من الراكس قائمة بذاتها، والسايد التاني من الراك قائم بذاته. اللي في النص ده مش موجود، اللي في النص ده ايه؟ مش موجود، ده حاجة وده حاجة. فده متربط تحت في الارض، الفيكسيشن الوحيد له ان هو متربط كويس جدا في الارض، وعادة بنربطه في السقف. وساعات ساعات بنعمل اخر باي دي هي اللي فيها تربيطة بالارض، يعني ان انت تبتدي تربطهم من فوق ببعض بالارض، لان هما لازم يبقوا ليهم تفنس عشان ما يقعوش. طيب هو بيعمل ايه لما يجي يرص؟ لما يجي يرص هيرص ده الاول، بعدين ده، وبعدين ده، وبعدين ده، وبعدين ده، كويس. طب لما يجي يسحب، لما يجي يسحب لازم يسحب اللي بره فوق الاول، وبعدين ده، وبعدين ده، وبعدين ده. يجي يسحب اللي بعديه، يسحب ده الاول، بعدين ده، بعدين بعدين ده، بعدين ده. يجي يسحب ده، وبعدين ده، وبعدين ده، وبعدين ده. عمال يسحب بالايه؟ بالترتيب كده، المخزن بيفضى بالورد كده. طبعا هنا عندي سبيس يوتيلايزيشن ابن لذين، انت هنا بعليت جدا السبيس يوتيلايزيشن، كويس. بس عندك مشكله، انت عندك في الحاله دي مجبر على لاست ان فيرست اوت سيستم، اخر حاجه بتتخزن هي اول حاجه انت بتسحبها. ده من ناحيه. من الناحيه التانيه مشكلتك في ايه؟ من الناحيه التانيه هيبقى عندك مشكله في لو البضاعه ليها اكسبايري ديت. ما الحاجه اللي اتخزنت في الاول دي اتخزنت اهي، عمال احط رص، يعني انا فضيت، انا همسح كل الكلام اللي انا عامله ده، كل اللي انا كاتبه ده هعمله. الحاجه دي اترصت اول حاجه، طب انا سحبت كده، بعد ما سحبت اللي هو شايلها دي هفترض جدلا ان جات لي بضاعه جديده، ما انا هرص هنا، ابتدي ارص بالترتيب اهو، مليت الايه الراكس، وهبتدي اسحب من دول برضه، ودي قاعده. الا اذا، بس ده نادر ان هو بنشوفه الحقيقه، ان انت تعمل ايل من ورا، بحيث ان انت بترص من ناحيه وبتسحب من الناحيه الثانيه، خلاص. فانت كده لو هتعمل تو ايلز، هنا احنا بنتكلم الدرايف ان راكينج، وان ايل، اكتبها لكم كده، وان ايل سيرف ذا راكس. فبقى عندك last in first out ليفو. لو two aisles serve the racks ممكن تعمل فيفو، ولكن لازم تخلص الاريا كلها. يعني ايه؟ نمسح تاني عشان نشوف قصدي ايه. فيفو طبعا اللي هي فيرست ان فيرست اوت. انت عندك هتعمل ايل من الناحيه دي، فانت هتبتدي تسحب من هنا. طب انت عمال تخزن، هفترض ان انا خلصت دول وخلصت دول وكل دول متخزن فيه، انا بسحب من هنا اهو، دي اللي عليها الدور في السحب. طب جات لي بضاعه اخزنها فين؟ لازم يبقى عندي اريا تانيه من درايف ان راكينج فاضيه ابتدي اخزن فيها. لازم الاريا دي كلها تخلص الاول قبل ما اروح اخزن في ايه؟ في اريا تاني. واخدين بالكم؟ يعني مثلا انت لما تيجي تبص للراكس دي من فوق هتلاقي ان الراكس دي محطوطه كده ورا بعض كده. فانت مخزن هنا وهنا 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 وهنا. لازم تخلص كل دول قبل ما تقدر، لو انت عندك ايل من الناحيه دي وايل من الناحيه الثانيه، لازم تخلص كل دول قبل ما تبتدي ترصهم. طب انت حاطط اللي جنبيهم فاضيين بحيث لما بتيجي بضاعه بتبتدي ترصهم. خلصت دول هتبتدي تسحب في دي وبعدين دي وبعدين دي وهكذا. فده اللي احنا بنسميه الدرايف ان راكنج. طبعا اليوتيلايزيشن هنا رهيبه. انت بتخزن تقريبا في كل مساحه المخزن.
خزن في كل مساحه المخزن. فاحنا عندنا لما بيكون عندي فيري هاي ستورج نون بريشبل جودز، ان حاجه ما لهاش اكسباير ديت، عاده هفضل ان انا اشتغل كده عشان اوفر فيه مساحات الايه المخازن. طبعا الموبايل راكنج، الموبايل راكنج ده بقى جمع كل المحاسن اللي فاتت مع بعض. الراكس محطوطه على ريلز، ثلاثة ريلز هنا مثلا في الحالة دي، وهنا في مواتير كده، والبضاعة مرصوصة، يبتدي يوسع لك ما بينهم، تخزن وتشيل. انت بتكتب له على الكمبيوتر سيستم او بتكتب له على البانل اللي موجودة، انا عايز الباي 18 اتش، ويقوم تيت موسع لك الايل اللي قدام 18 اتش، تدخل تجيب اللي انت عايزه وهكذا. طبعا هنا بتزود جدا من الدنسيتي بتاعت الاستورج اريا، زائد ان انت بيبقى عندك جود اكسسبيليتي في البيكنج. طبعا هنا دي على مواتير، دي بهندل على ايه، على بهندل معموله على ايه، على مانيوال، يعني مانيوال تقدر ان انت ايه تقول والله احنا هنعمل الكلام ده ولا مش هنعمل الايه الكلام ده. مين تاني؟ انا كنت هسأل حتى عنده سؤال. نشوف ايه تاني اللي احنا عايزين نقول. طبعا الاوتوميتد ستورج اند ريتريفال سيستم اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، اللي هو كل حاجه بقى اوتوميتد، كل حاجه كنترولد باي الاي باي الكمبيوترز. فده من السيستمز المهمه، والنهارده كان بيبقى غالي قوي زمان، فزمان كنا بنلاقي ان الناس ما بتفضلوش، لكن النهارده ابتدى يرخص شويه، وابتدى نشوف بعض الدي سيز الكبيره بالذات تبتدي ان هي ايه تلجا الى هذا السيستم. ال 3 مين كومبوننتس، ان هو بيبقى عنده ستاكر كرين. انا في فيديو هحاول ان انا برضو ابقى ارفعه لكم عن الاوتوميتد ستورج اند ريتريفال سيستم، او ابعت لكم لينك ليه، ان ده الموفينج بارت، هو ده بيبقى عباره عن كابن، والكابن دي فيها فورك ليفت، او فيها فورك يعني زي بتاعه الفورك ليفت. الكابن بيبقى فيها كنترول سيستم، وان انت ممكن تشتغل مانيوال او تشتغل اوتوميتد. طبعا في الحاله دي هي بتشتغل مانيوال لو حصل فيلير في الاوتوميشن، عادة المانيوال ده اتلغى خالص، ما بقتش موجود دلوقتي، هو كله بيشتغل ايه حاليا، كله بيشتغل اوتوميتد، ما بشوفش انا دلوقتي حاجات ايه مانيوال فيه خالص. الستاكر راكس عادة بيبقى سيلكتيف باليت، الراكس بتبقى سيلكتيف باليت او دبل ديب، في بعض الاحيان بتبقى دبل ديب، ما بتبقاش اكتر من كده، لان انا ما بلجاش للاوتوميشن الا لو البيكنج عالي. فالبيكنج لما بيبقى عالي مش هعرف اعمل الهاي دنسيتي ستورج زي الدرايفين راكينج مثلا، فلا بنكتفي بالكلام ده. وبيبقى الستاكر راكس فيها جايدز للكرين، يعني مكان الكرين يدخل يعشق كده، وهي تزق الحاجة، بيبقى فيها زي ليفر كده تزق هي الحاجة اللي متخزنة تطلعها على الايه على الكرين. طبعا السوفت وير اللي بيتحكم في كل الهيصة. عندنا بقى نوع من السلكتيف راكينج اللي احنا بنسميه الفيري نارو ايلز، ده سيلكتيف باليت تراكنج عادي خالص، بس الهايت بيبقى عالي جدا، ممكن يصل الى 14 و20 متر، والايل صغير، الوث بتاع الايل بيكون ايه صغير. هنا بيحتاج حاجه سبيشال في البيكنج، يعني الماتيريال هاندلنج هنا بيبقى فيري نارو ايل فورك ليفت، حاجه مخصوصه للايه للفيري نارو ايلز دي. بس انا هنا عرفت اعلي، شغال سلكتيف عادي عشان عندي بيكنج عالي، فانا في سلكتيف هو الاريح لي في الهاي بيكنج، وفي نفس الوقت عرفت ان انا ادخل على الايه على اعلي الدنسيتي، بس هدفع فلوس زياده شويه في الماتيريال هاندلنج ايكويبمنت السبيشال، هنشوفها لما نتكلم على الماتيريال هاندلنج ايكويبمنت الفيديو الجاي ان شاء الله. الشلفنج المانيوال شلفنج العادي خالص،
المانيوال شيلفينج ان هو بيبقى سيلكتيف راكينج عاده، بس بتحط الحاجه على الشلف انبلاتايزد، ممكن تحطها في بنز او دايركتلي على الشلف، وعاده بيبقى مانيوال ستورج اند ريتريفال. ده اللي بنتكلم عليه عاده، ان في المخازن الصغيره بنلجا الى الايه، الى الشيلفينج as such. طبعا هنا بيوريك حاجه مهمه جدا، اليوتيلايزيشن عادة بيكون كام؟ خلي بالك ده كلام مهم جدا. قال لك أول ثلاثة دول سيلكتيف راكينج بس باختلاف الماتيريال هاندلنج اكويبمنت، بالنسبة لنا هنعتبرهم واحد. من 30 إلى 40%، يعني إيه؟ يعني لو عندك مخزن مساحته 10,000 متر، أنت اكشولي عندك راكات على 3,000 أو 4,000 متر من ال 10,000 متر. طب يا نهار ابيض، وبقيت ال 7,000 متر هيو ايس، شايف الريشيو؟ طبعا ريشيو قليله، عشان كده بنقول ان لو بخزن بكميات كبيره عاده السلكتيف راكينج ده مش هلجا له. الدرايف ان بتزود شويه، بص بقى الدرايف ان راكينج زودت اعتقد، لا هنا في حاجه مش مظبوطه، هبص عليها وارجع لكم فيها. الدبل دي براك زود 50% من الايه، من اليوتيلايزيشن بتاع اللاب. هرجع لكم، انا افتكرت ايه مشكله الدبل الدرايف ان راك. فالدبل دي براك بقى 50% اليوتيلايزيشن، 50% من المساحه مستغله. هو هنا بيتكلم على المساحة المستغلة، مش بس مساحة عليها راكس، كام في المية من الراكس دي كمان فاضي وكم مليان. بيتكلم على الاتنين مع بعض، يعني مساحة المليان الراكس المليانة لمساحة المخزن الكلية. يعني انت في السلكتيف 30% ال 3000 متر دول عليهم بضاعة، ال 7000 دول ممكن يكون عليهم راكس بس فاضي. مشكلة الدرايفين ان في راكات كتير بتبقى فاضيه زي ما شفنا، لان انت لازم تخلصهم اريا اريا، فعشان كده ما عرفتش تعلي قوي الايه اليوتيلايزيشن. طبعا لما بتروح بقى للموبايل والفيري نارو ايل والاوتوميتد ستورج اند ريتريفال سيستم، لا الدنيا بتعلى معاك، اليوتيلايزيشن بيعلى معاك بكميه ايه كبيره جدا جدا. يبقى احنا كده اتكلمنا على في الليكشر دي الستورج ميثود والستورج الستورج ميثود نقصد بيها ايه، انت بتختار اللوكيشن على اي اساس، سواء كان فيكسد ولا راندوم والكلام ده. بعدين اتكلمنا على الاكسسوارز، الستورج اكسسوارز، وامتى بتلجا للاوتوميشن وامتى ما بتلجاش للاوتوميشن في المخزن. واتكلمنا بعد كده على الستورج كونفيجريشن، يعني اتكلمنا على ستورج ميثود، ستورج اكسسوري، وستورج كونفيجريشن اللي هم اللي قدامنا دول. الثلاثه دول مع بعض، انا عارف ان في الاول يمكن الكلام كان بيبقى غامض شويه، بس الثلاثه دول مع بعض هم دول اللي بنسميهم الستورج سيستم. انت اخترت اي نوع من اللوكيشن، اخترت اي نوع من الاكسسوارز، اخترت اي نوع من الكونفيجريشن. فالثلاثه دول مع بعض، الميثود والاكسسوري والكونفيجريشن، هم دول اللي سميناهم الستورج سيستم. وده ديسيجن لازم تاخده وانت بتعمل ديزاين للمخزن بتاعك. نكتفي كده في الفيديو ده، عشان هندخل بقى بعد كده على الماتيريال هاندلنج اكويبمنت ان شاء الله. شكرا.